خالة، خايفة أقول لك على شغلة وما تعجبك. لا بنتي قولي. خير يا ستار؟ توفين هاي سارة؟ سارة كلش بدها تأثر على سيف. هو مرة مصاب على موتها، ومرة تعارك، مرة من راجعوا في الشغل. يعني أنا صراحة ما أعرف بعد شو راح يصير. والله يا بنتي أنا ما مرتاحة له، بس أنتي هسه قلقتيني كلش هواية. خير يعني شنو اللي صار؟ زين بنتي احكي أنتي ويا سيف. لا 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 خالة، لا هي مو خوش فكرة أبدا. يعني أنا وسيف تعرفين، مثل ما تعرفين انفصلنا من زمان، وأنا مجرد خايفة عليه، على مود العشرة اللي بيناتنا. والله يا بنتي يعني بصراحة هم تعبت ويا سيف، وش قد ما أحكي وياه ما يفيد وما أعرف شو أسوي. زين شنو رأيك تروحين أنت وتحكين ويا سيف؟ خالة ماكو غير حل إنه أنت تروحي لهاي سارة وتقولي لها أنا ما أخليك تسوي لنا براسك، لأن أنت وحدة مخطوبة. إيه تعرفيها راح تنخطب؟ مخطوبة؟ إيه راح تنخطب قريباً. صراحة أنا ما أدري ليش هيك تسوي بسيف وراح تكون على ذمة رجال آخر. صدق سالفة هاي، بس يا بنتي أنا أخاف أحكي ويا سيف تصير مشكلة بيني وبينه. لا 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 خالة ما راح يزعلك، يعني يدري بيك أنت مريضة.